كده احنا خلصنا جولتنا في شوارع بيانكي، وكده طالعين من شوارع بيانكي على شارع الحنفية. بصوا اللي التقاطع اللي جاي ده، كده ده تقاطع الحنفية، يعني كده نطلع من شوارع بيانكي على الحنفية، والعكس كده لو احنا في شارع الحنفية ممكن ندخل منه على شوارع بيانكي. الجو قلب وبقى صعب جدا، بس اتمنى طبعا ان انتوا طبعا تقدروا تعبي ده. لايك وشير، واللي لسه مشتركش في القناه يشترك، واي شارع انتوا عايزينه انا تحت امركم، بس الاقي تشجيعكم. قربنا خالص من الحنفيه، طبعا شارع الحنفية من أقدم شوارع العجمي، خاصة البطاش، يعني من الشوارع الحيوية قوي في العجمي. ممكن من احنا لو دخلنا من ناحية يمين كده نطلع على آخر الحنفية، بيبقى ندخل على شوارع الهانوفيل من جوه. متخيلين بقى ان احنا من البطاش نطلع الهانوفيل من اخر الحنفيه كده جوه خالص، لكن لو انا دخلت من ناحيه الشمال كده يبقى انا بطلع على الحنفيه من بره من ناحيه شارع البطاش، على اول الحنفيه من ناحيه شارع البطاش. يبقى اول الحنفيه بيبقى البطاش، شارع البطاش الرئيسي، اخر الحنفيه ممكن ندخل منه على شوارع الهانوفيل من ورا. بصوا هنا الشارع بيبقى هادي شوية ازاي، لو دخلت برضو اللي هو مدياله ظهري ده كده الاخر بيبقى الشارع اهدى، لكن الشارع بره حاجة تانية خالص. اول شارع الحنفية حاجة تانية خالص، من التكاتك وكده حتى بيبقى صعب حتى التصوير فيه، بيبقى زحمة جدا. بره زحمه زحمه زحمه، تبتدي حتى الزحمه تبان كده، لكن برضو مش زي اول الشارع من بره خالص. اول الشارع من بره خالص حاجه تانية خالص، متعرفوش تعدوا من التكاتك ومن الزحمه. برضو ممكن ان انا ادخل من هنا برضو كده على برضو شوارع بيانكي، شارع نقطة الساحل ومنه على شوارع بيانكي. معلش اعذروني عشان بتكلم وانا ماشية. اهو هنا ده كده شارع نقطة الساحل، وبطلع برضه منه على شوارع بيانكي. تعال ندخل منين؟ لا تعالوا نشوف مع بعض الأول شوية قبل الزحمة، ندخل من أي شارع عشان مش هنعرف نصور في الزحمة. عملنا لكم فيه جولة قبل كده خالص أول ما ابتديت القناة، شارع الحنفية كانت لسه كمان، الكلام ده من 4 سنين كده، كانت لسه الدنيا كمان مش زحمة أوي كده يعني، بس برضه صورت بإعجوبة فيه، فما بالكم دلوقتي. الشارع ده شارع الاحلام، كنت عامله لكم فيه جوله قبل كده. اللي جاي هيبقى شارع مسجد الهدى، ندخل منه ويبقى كمان قبل زحمه الحنفيه في اولها. احنا كده كمان قربنا على اول الشارع، يعني زي 3 دقايق كده نبقى في شارع البطاش الرئيسي.
تعالوا ندخل كده من هنا. ده شارع الهدى او شارع مسجد الهدى. الشارع ده لو مشيت فيه لاخره يطلعني على شارع التوحيد. وانا لو كنت طولت وما دخلتش من الشارع ده يبقى انا كنت طالعه على اول الحنفيه وعلى شارع البتاش الرئيسي. دخلت من هنا كده همشي لاخر الشارع ده يطلعني على شارع التوحيد، وممكن ادخل على شارع اولاد منصور اللي هو كرم الشام، وممكن ان انا ادخل منه كمان في الاخر خالص على شارع الحي. يعني بصوا بقى كده بطلع شوارع كلها متداخله ببعضيها، بطلع على كذا شارع من شارع الحنفيه من ناحيه اليمين. لو انا داخل الحنفيه دخلت من ناحيه اليمين على الشارع يبقى هدخل على شوارع بيانكي زي ما اوريكم كده وزي ما احنا جايين، لكن من ناحيه الشمال طلعني على شوارع البطاش الاولانيه زي شارع مكه وشارع الحي وشارع اولاد منصور او المعروف اللي هو شارع وزاره الطلحاوي اللي على اول وزاره الطلحاوي كرم الشام. ممكن ان انا اطلع على شارع الحي ومن شارع الحي على شارع البرنسيسة وعين شمس وابقى في اول البطاقة. ده قربت على اخر الشارع وهوريكم اخر الشارع يطلعني فيه. اخر الشارع اللي احنا دخلناه ده هوريكم دخلني على فين واحنا مع بعض. نمشي دقايق كده مع بعض ندخل فيها شوارع كتير من شوارع البتوش. بس انا دخلت كده لاخر الشارع، فضلت ماشي لاخر الشارع وبصوا دخلت اهو كده هطلع كده على شارع التوحيد. مش عايزه بس اطول عليكم الفيديو عشان كده ايه وصلت وقلت على اخر الشارع اكمل معاكم. كده احنا اخر الشارع ودخلنا كده على اول شارع التوحيد. الشارع ده كده اللي جاي على شمالي يبقى شارع اولاد منصور زي ما قلت لكم، اللي اوله كرم الشام من ناحيه الشارع البتوش هيبقى اوله كرم الشام وجاره الطلخاوي. الشارع اللي جاي ده على شمالي اهو، بس الشارع ده كده طلعني على البتوش الرئيسي اللي على اوله هيبقى جاره الطلخاوي واولاد منصور وجاره الطلخاوي كرم الشام. طب انا لو كملت كده معلش بتكلم عشان باخد نفسي، لو انا كملت بقى كده يبقى انا كده بطلع على شارع مكه ومنه طبعا على شارع الحي، ومن شارع الحي هطلع على عين شمس والبرنسيسة طبعا. شايفين كده هنمشي للاخر ندخل على اليمين في شمال يطلعني على مكة شارع مكة. طولت شوية ودخلت شمال اطلع على شارع الحي. كده طولنا، لو دخلنا من هنا هندخل على شارع مكة. طولنا كده يبقى هندخل على شارع الصفا منه على شارع الحي. يلا نطول بقى كده ندخل على شارع الحي. وانا كده دخلت في الشارع ده كده اخره يطلعني على شارع الحي. ولو دخلت من الممر اللي جاي او الشارع اللي جاي على شمالي يطلعني على شارع رصيد كريم. بصوا كده بعد الشجر ده كده على شمالي هيبقى شارع قاصد كريم. طولت يبقى انا كده داخله على شارع الحي.
الشارع اللي جاي ده كده، ادخل على اوسط طريق، اطول ادخل على اخر شارع الحي.